ترتبط الفنادق دائما في الأذهان بالراحة والرفاهية، ولكن ليست كل الرفاهية درجة واحدة، وليس كل فنادق طبقة الأولى في المجتمعات تحظى بنفس القبول أو تقدم نفس المستوى من التدليل والترفيه لمرتادها. هذه أشهر وأفخم خمسة فنادق في العالم ارتبط اسمها بالعراقة الضاربة في القدم، والتي يعتبر أشهر روادها من المشاهير ونجوم المجتمعات. فندق موندارين أوريونتال هو المقصد الأول لنجوم هوليوود مثل مورغان فريمان ومصمم الأحذية الشهير كريستيان لابوتين، وتشمل وسائل الترفيه والتدليل في الفندق أفضل منتجعات السبا وجلسات التدليك والعلاج الطبيعي. وتوجد سلسلة الفندق في نيويورك وميامي وبوسطن ولاس فيغاس وآسيا والشرق الأوسط. فندق بينينسولا يوجد منه تسعة فنادق فقط حول العالم. افتتح الفرع الأول في هونغ كونغ عام 1928، ومن المميزات الخارقة في هذا الفندق أنه يقدم وسائل مواصلات غير اعتيادية من المطار حتى مقر الفندق مثل القوارب المائية والطائرات الهليكوبتر الخاصة. فندق ريتز كارتون من أفضل المنتجعات التي تساعد على الاسترخاء في العالم، وهو عبارة عن سلسلة من الفنادق العريقة التي توجد في 29 دولة فقط حول العالم، منها السعودية والبحرين وكندا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا وكازاخستان. فندق ماريوت يسمى على اسم صاحبه جون ويليارد ماريوت، وهو ينافس أكثر الفنادق فخامة في العالم، ويتميز بأفضل منتجعات سبا ورفاهية الغرف. يوجد في 75 دولة حول العالم، منها الإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت وأذربيجان والمكسيك وكوريا الجنوبية وماليزيا. فندق شانغريلا هو من أحد الأفخم الفنادق في العالم. كان قصر الأمير رونالد بونابرت ابن أخي القائد الفرنسي نابليون بونابرت، لذا فإنك تشعر بالفخامة والقوة والعرقة ما إن تطأ أقدامك أرض الفندق. حصل على لقب أفضل فنادق باريس عام 2013 حسب تصنيف مجلة المختصة فوربس.